السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة أسرار التوحد والصحة العامة، أرحب بكم بهذا الصباح. طبعا الكل راح يقولون ها، يقولون مسافر، والله إن شاء الله قريب هسه بالدار أرتب أموري، وبطريقي يعني قلت أذكركم ببعض الأمور، فاعذروني شوية عندي غياب لأيام إن شاء الله، نتمم إن شاء الله بالعودة إن شاء الله أعطيكم خبر. يجب متابعة دائما البحوث اللي ممكن أن تصدر، ويجب أن نحضر بعض المؤتمرات، هذا شيء طبيعي. بالنسبة لليوم نتكلم عن شيء اسمه جنون فلسفة العنف في تدريب طفل التوحد، يعني كيف حصلت تلك الأفكار، وشنو مبررات استخدام العنف في تدريب أطفال التوحد طبعا. لأن هذا الموضوع يعني شفت منتشر، على الرغم من تكرار الكلام، على الرغم أتمنى أنه الإخوة يقولوا لي أنه الصوت جيد، بس ما في تعليقات حتى نقدر نشوف. حضور جيد لكن تعليقات قليلة، نحب نسمع أنه الصوت جيد، بس أكدوا لنا رجاء. إن شاء الله يكون خير. فنتكلم عن موضوع يخص أيضا مناهج أطفال التوحد وتدريبهم. طبعا هو هذا ممكن يفيد أي إنسان يربي أولاده أيضا، حتى يتفهم الطريقة الصحيحة للتعامل بصورة عامة مع الأطفال، وبصورة خاصة مع الأطفال اللي عندهم مشاكل صحية عصبية نوعية. عم الحمد لله الصوت واضح الحمد لله. فالحقيقة في الفترة الأخيرة أنا أثناء استقبالي كثير من الأطفال المصابين بطيف التوحد، وجدت أن نسبة ليست قليلة من المعاهد تقر أساليب فيها عنف، ومؤمنة إيمان راسخ بأن الشدة لها منافع، وأن أساليب الإجبار والإكراه والحرمان المباشر تؤدي إلى تطورات كبيرة بالنسبة لقدرات التواصل. يعني هذه طبعا، وبعض هؤلاء المدربين معروفين ومشهورين ويجوهم ناس كثير ولديهم جلسات فردية ولديهم كذا، فيعني حتى خوات يجوني شوفوني صور، يعني البنت يعني معروفة تدرب فردي، وطبعا قدرا الفيديوهات واصلة بيدها انه اذا ما تحكي تصلخ براجدي من هذا الرنان. فطبعا انا استغربت على هذه الطريقة العجيبة في التدريب، او جرة من اذانها جرة حيل او كذا. هناك احد المدربين ايضا نقلوا لنا اخبار انه يصعد على الطفل الجسم، على كل جسمه يصعد بثقله ويدوس عليه. واخوان هذه مو هاي مو يعني تكنولوجيا اخراج الجن من الانسان. طبعا كل من يدعون بانهم مدربين ويستخدمون هذه الطرق في الغالب يخلطون بين بعض الخرافات اللي موجودة وبين طيف التوحد كمرض حقيقي بيولوجي له أعراضه. يعني يتخيلون أنه مرض التوحد هو مرض نفسي، وأنه هذه ممكن تكون أرواح وبالبسيط وبالضرب وبالكذا. فيعني أنا أنبه الأهالي بأن كبيرهم الذي علمهم السحر، كبيرهم صغيرهم شيطان، هذا الذي يقول في كلمات متكررة. وأنا والله حاقد على هذا المقطع السلوكي دائما يعلمه، أنه علمهم الشدة وعلمهم كما علمونا آبائنا. كيف تعلم الناس هكذا وأنت هل درست في أبجديات الطب استخدام الشدة في 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 هذه الأمور؟ ثانيا، وين الكتب، وين البرامج العلمية المقررة من المؤسسات الرصينة اللي تتقر استخدام الشدة والعنف على هؤلاء الأطفال اللي هم من الأصل يكبرون الآلام ويكبرون كل شيء. مثلا إذا تشوف أكثرهم حتى عندما يقتربون من الخروج من طيف التوحد ويصيرون قريبين بالشفاء من
من الشفاء، تشوفهم يصيرون حساسين، زعالين، خجولين. شوف هذه الصيغة الخفيفة من طيف التوحد، يكون الطفل حساس زعال، فكيف هو إذا كان في أعماق التوحد وأنت تأتي وتجيبه وتستخدم وياه العنف؟ فمن تستخدم وياه العنف أنت بالحالة أكيد راح يكون وضعه هو، لكن مشكلته لا حول له ولا قوة، لا حول له ولا قوة، لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، فأنت ظالم بكل المعاني الإنسانية والأخلاقية والعلمية. فهذا الظلم البواح الذي يصدر على هؤلاء الفئة المظلومة، أكرر، سنبقى صوتا لمن لا صوت له. يجب علينا والله إننا نستشعر آلامهم، يجب علينا أن نؤذن في كل المنابر الموجودة والمنصات المعروفة بأن استخدام الشدة والعنف بكل صورها مع هؤلاء الأطفال جريمة ضد الإنسانية. يجب على الأهالي، يجب على الناس إبلاغ السلطات بأن هناك فئة من الناس تستخدم العنف مع هؤلاء. ما يصير أخوان، هؤلاء ظلموا، هؤلاء ظلمتهم الأولى أنه تمرضوا، وظلمتهم الثانية أن هناك من يشيع أفكار شيطانية على أساس هي علم بأن تدريبهم يأتي بالعنف والشدة والتخويف والترويع. من أعطاكم هذا من أعطاكم هذه هذا كبيرهم الشيطان الأكبر الذي يعلم الناس من خلال اللايفات ومن خلال معلومات جمعها عن التوحد، ثم تبنى هو وزوجته فكرة شيطانية كانت سبب لأن تكون مصدر للمال بأساليب ليست لها أي رصيد علمي، ودائما يستخدم سياسة الترويج لمركز زوجته وما أدري شلون. وأنا ما أريد أذكر هذا الكلام من هو المقصود، كلكم تعرفون هؤلاء الذين يدفعون أرقام كبيرة على أساس أنه يدرب أولادهم بجلسات. يعني الله يحفظكم، هذا من منكم يعقل أنه يكون هو الشخص الذي يؤذي ابنه من أجل أن يعلمه؟ من هو اللي يقول لكم هذا ابنك فلذة قلبك أنه أنت تستخدم وياه الترويع والتخويف حتى تجيبه للطريق؟ هذا مو صحيح أخوان، هذا أبدا مو صحيح، ما له أي رصيد بالعلم. يجب عليكم أنه تساعدوني بأن ننشر هذه الحملة حتى نوقف هذا الظلم المتكرر على هؤلاء الفئة بحجة أنه تدريب بسبب عدم قدرتهم على الكلام واستغلال ضعفهم في التعبير. نستخدم أساليب الترويع، وطبعا كل من تفنن من يمه وصار فنان وضاف من كمه، واحد يحرم مي حتى يخليه يموت عطش يموت. لك أخي أكو شيء بالطب اسمه، بالعلم بالأيبياء أكو شيء اسمه خلي بعض الأشياء بعيدة عن المتناولة حتى يطلبها. يعني لو تخلي المي جواها خلي شوية مكان عالي حتى يقول لك اطيني مي، مو تجي أنت تموت عطش حتى تطي مي. شنو هالظلم هذا؟ أو واحد مو هيجي أنت يعني زيد فرص أنه يحتاجك في حياته، هذا تكتيك طبيعي معروف، بس انه انت تسوي له حرمان بحيث يموت عطش وما اعطيك الا قول لا. انت وانت ماشي تقدر تستخدم حاجته وطلباته من اجل ان تحسن نطقه، هذه طبيعية هذه، لكن انه تستخدم انت الحرمان الشديد. يعني طبعا هنا راح يصير التفلسف والتفيقة من البعض واضافات غريبة عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. أخي ارجعوا للمراجع، اقرأوا الكتب، اقرأوا المؤسسات الرصينة، اقرأوا دينيبر، كتب دينيبر موجودة ترجمناها ونشرناها، فكل واحد يستطيع أن يعرف الأسس. اقرأوا الـ ABA الأصلي، اقرأوا الكتب العلمية الرصينة، لا تأخذوا العلم من المجتهدين البسطاء اللي ربما يضيفوا عليه إضافات قد تؤدي إلى مصائب. أنا أذكر لكم مشكلة واضحة ومكررة، شنية والله العظيم، عندنا أولاد طلعناهم شوفي تماما بقت عندهم رواسب خفيفة خفيفة، دزيناهم لروضة من أجل الاندماج، يمكن 6 أو 7. الولد ورا أسبوعين جوني كلهم متراجعين، كلهم ناس رجعوا النطق للنص، ناس صار عندهم تهيؤ، ما عرفنا إيش بيهم. الروضة حسب ما سوينا التفحص
تمكن واستخبارات وهاي لقيناها روضة زينة جيدة علمية متعاونة ما تستخدم الشدة والعنف والتخويف. لكن من عرفنا بالتحقق أحد الأطفال الناطقين نطق قال الستة تخلينا نوقف بالشمس وإحنا حفاي، يعني ما وصل هاي الفكرة. يعني أكو عقوبة، عقوبة حقيرة، عقوبة مؤذية. هذه العقوبة ماذا فعلت؟ كل الأطفال تراجعوا، ستتهم العقوبة، العقوبة هاي ستتهم تراجعوا ورجعنا نبدأ نعالجهم من جديد حتى نأهلهم. وتعال شوفوا هذه اللي قلنا عليها PTSD عندهم، من نزلنا ريل وقلنا اضطراب ما بعد الصدمة. هؤلاء أطفال حساسين، إذا عرضتهم لعقوبة تكبر عندهم العقوبة، فيصير عندهم اضطراب ما بعد الصدمة، قام يصير عندهم من نقول لهم روضة بكاء مو طبيعي وخوف مو طبيعي. وانتوا أهل أطفال التوعد تعلمون بتلك المصيبة، عندما يقفل ابنك على شيء، عندما يكره شخص يكرهه، عندك يكره مكان يكرهه، عندما يخاف من مكان يخاف منه. فلسفة واضحة، أطفال أذكياء يحفظون بسرعة والمشاعر دهم عميقة ويتحسسون. يعني أنت مثل ما نقول شايلة بالصينية ومداري 24 ساعة، ومع هذا تصير عندك مواقف نبات يكرهك عليها أو ما يحبك. يجوني أطفال حتى أمهم يحبوهم، لو تلقيهم عايطة عليهم، أمهم تطي خدمات يكره كره العمى، صاير مكلب بس بأخوه لو بأبوه، ما تعرف الأم، يجوز من ده شطفة قرصته، يجوز فقدت، يجوز كذا، ما نسال هي، ما نسال. هؤلاء أطفال خاصين، هذا كبيرهم الذي علمهم السحر. والله والله له الأجر العظيم. انشروا عني، قولوا له أنت كبيرهم الذي علمهم السحر، أنت الذي تنشر الخراب في أطفال التوحد. من أين لك هذا؟ من أين أخرجت هذا البروتوكول الخاص بك؟ علموهم كما علمنا آباءنا. اللهم يا الله إني أبرأ إليك من ظلم الظالمين ومن أذى هؤلاء المتنطعين ومن اجتهاد الفاسقين ومن كفر الكافرين ومن كل عمل اللهم لا يرضيك. أنا أبرأ إلى الله. اللهم إني قد بلغت بأن هذا ظلم على هؤلاء الأطفال، وأن من يتبجح بأنه يفعل لمصلحتهم والله هو آثم، فإن كان لا يعلم فهو آثم، ولكن نقول خاطئ بدون قصد. ولكن المطلوب أيضا على كل شخص أن يتفقه، أن يسعى. لا تأخذك العزة بالإثم، وما أكثرها العزة بالإثم، أن الإنسان يخترع شيء ويعتقد أنه صحيح ثم يأتي من ينبهه ويقول هذا غير صحيح ويدير ظهره عنه، لأنه استمتع به، استمتع بمنافعه، استمتع بالشهرة فيه، استمتع ببعض النتائج الخفيفة التي قد تحصل أحيانا بسبب خوف هذا الطفل. الطفل بتحصره يجاوبك، تخوفه يجي بيدك، لكن انتظر المستقبل الذي سيكون نتيجة لهذا الطفل. هذا الطفل سيتراجع، سينهار، هرموناته ستزداد، خوفه سيزداد، سيكون معوق حقيقي نفسي غير قادر للتطور والتقدم. لا تحسب انت خطوات وكلمات تعلمها هو قادر على ان يجيبك عندما تحصره، لكن هل هذا هو الطريق؟ هذا طريق. اتحدى اي شخص استخدم العنف مع اطفاله وجاب بيهم نتيجة، وخاصة أطفال ذوي احتياجات الخاصة. أتحدى إذا استطاع أن يقول شيء يطلع لي طفل من طيف التوحد بهذه الطريقة. هذا الحكي شنو يريد يرجع؟ يريدون نعلم أطفالنا المصابين بطيف التوحد مثل ما كانوا الملة قبل يقتلون ويشيلون فلقات. أخوان الله يحفظكم، هذا الكلام أول شيء طفل طبيعي، طفل ما يكبر الأشياء، طفل قادر على أن يعبر قبل. هذا كلام قديم وممكن أن يكون إلى بعض الشدة، لكن ماكو شدة لحد الآن. الشدة أثبتت أنه تأثيراتها أكثر، بس مع هذا لو استخدم مع شخص طبيعي
ربما هذا الطفل يستطيع أن يتأقلم، يستطيع أن يتكيف مع تلك العقوبة ويرتدع، لكن هذا الطفل المصاب أصلا بمرض كيف له أنه يتعلم؟ هو عنده مشكلة، عنده مشاكل كثيرة تشغل عن التعلم، عنده تشتت انتباه، عنده قلق، عنده خوف، عنده يعني رغبة بالتكرار، عنده تحديد بالطعام، عنده قلة نوم، جسمه منهار، جسمه كله منهار بيولوجيا، مشاكل كثيرة عنده. أنت تجي غصبا ما عليك، يعني أنت بالضبط اللي يفعل الشد على هؤلاء الأطفال مثل واحد بيعجز كله ويقول له قوم امشي اركض، اضربه بالعودة اركض، عمي مليان جسمه سموم، رحمة لأبوك، شنو تركضه؟ ما بي منتهي مثلا. لكن على قياسها الإنسان اللي عنده طيف توحد عنده مشاكل صحية كثيرة بيولوجية، واجيب تعال تعلم نسمة، منين جبتوا هذا الحكي؟ عندنا مشاكل كبيره الله يحفظكم. فاذا هذه دعوه للانتباه على ان كل انواع العنف والخوف والتشويه وكل الاساليب التهديد كلها المبطنه والظاهره مرفوضه وسبب كبير. راح يسالوني كثير زين احنا اذا ابننا اخطا شو نسوي له؟ اخي الكريم معروف العقوبه في اساليب تدريب طيف التوحد، العقوبه عاده ان تزعل على ابنك، ان تمنعه، تقول له لا، انه الأهم من ذلك أنه لا تجعل مع ابنك صراع في المكان اللي تدرب فيه إلا إذا أجبرت. يعني أنت من تطلع ربما تجبر، لكن في بيتك شيل كل شيء ممكن أن يلعب به ابنك ويكون صراع وياه، ارفع كل شيء يكون ممكن تحت متناول حتى ما يطلع، غطي كل شيء ممكن أنه يحط يده به، اترك له مساحة ما فيها تشتت، ما فيها أسباب للخلاف بينك وبينه، لا تخلي نفسك 24 ساعة حاير وياه في اترك وعوف وغلط وصح. وأكو أم أنا قالت لي أنا أعلم ابني غصبا ما عليه إذا أخلي المزهرية ما يطخها، والله هذا منطق؟ لك هو الطفل العادي ما يتحمل إذا يشوف مزهرية يريد يدفعها، عادة ابنك اللي مليان كهرباء بدماغه شنو هالخريط هذا؟ ابني ارفع كل شيء يخليك في خلاف مع ابنك، لان ابنك عنده سلوك غير قادر على ضبط نفسه، فاعطيه مساحه حتى يتنفس، لا تخليه في بيئه فيها صراع معاك، لانك انت راح تخسر فرص التدريب كلها بسبب كثره المنع وكثره التهديد وكثره الصراخ اللي دائما يسوون النسوان عياط. الله اكبر يا النسوان الجد تعيطن، والله موتونا. فاخوتي هذا الموضوع الثاني، موضوع اذا لا تصرخون، هذا قلنا لا تخلون، واتركوا كثير من الاشياء، بالعكس خلي الاشياء اللي ممكن ان تكون سبب للعب بينك وبين ابنك. دائما اقول الاطفال جيبوا لهم قفاز، جيبوا لهم مرجوحه امنه، جيبوا لهم بايسكل، جيبوا لهم مسبح صغير، جيبوا ايضا العاب ثنائيه بيها قطع حتى بيناتكم، وابعدوا كل شيء ممكن ان يكون جارح ومؤذي وممكن ان يكون قابل للكسر، حتى لا تجعل بيئتك متشنجه، اجعل بيئتك يعني يقول هاي المساحه براحتك شو تسوي سوي. طبعا اكيد مو كل الناس قادره على انه تسوي هذه البيئه لانه راح تكون بيوتهم صغيره ربما، لكن ممكن انه جزء من المكان او غرفه جانبيه تكون هكذا. هذه اساسيه. بقى انه احنا شنو اللي مدوخنا؟ احنا اللي مدوخنا يا اخي انت ابنك تدربه، احنا مو بالضروره ربما تطوره بسبب مثلا معلومات قليله، بس اقلها لا ترجعه، مو انت تستخدم الشده والخوف والتخويف دا ترجعه. فانا تقريبا تكلمت معاكم على موضوع الشده، طبعا العقوبات بالنسبه لهؤلاء الاطفال قلنا عاده تكون اكثر شيء حرمان من طلعه، زعل، انه تقول له زعلت عليك، طبعا فاهمين جدا حتى من تتكلمون وهم ما عندهم نطق عادة يفهمون معظم الكلام اللي تقولوه. فلذلك المفروض أنه مثل ما قلنا أنه يعني تفهموهم، وإذا أخطأوا تنبهوهم وتستخدمون أساليب أكثر شيء حرمان، أو ما تحجون وياهم، يعني عقوبة ما بيها أثر على الجسد، ما ترعب الطفل، تخليه يعني ممكن أن ينضبط بدون تخويف، بدون رعب، بدون أساليب بيها نوع من الشدة. كثير من الأشياء صارت قبالي والله بهذا الأسبوع نسيتها، لها علاقة بموضوع الشدة، موضوع أنه استخدام الشدة بالمعاهد. المشكلة أنه الحقيقة أنا أطلب من أخوتي بالمعاهد، أخي الكريم أنت البيئة مالتك إذا حولتها إلى بيئة لعب وتفاعل بينك وبين الأطفال فهذا يكفي،
يعني أنا مو بالضرورة بصراحة المعاهد أشوفهم هم طبعا يجب أن تكون هناك خطة وهناك برامج وهناك زيادات وهناك مثلا تقييمات للأطفال. طبعا هنا أنا ملاحظة يجب أنه أيضا أن يتثقف الأم والأب حتى يعرفون تقييمات ابنهم. يعني من يدزون ابنهم ويرجعوه أسبوع ورا أسبوع وشهر ورا شهر ويجون نقول لهم يا بشنونة شو أبو لازم يعرف حاجة جاب المعاهد يقول له باع علي ابني مدى يقلد ابني ما يأشر بعده ابني مثلا مدى يواصل تواصل بصري ضعيف ابني مثلا ما له رغبة بالأطفال ما هذا ابني ما عنده أي تطور في قدرات التواصل ابني سلوكه كله مخربط ابني بعد ما عنده أي سلوك انتم تقولون تعديل السلوك طبعا مشلبين حكي التعديل السلوك قلته عم رحمة على أبوكم تشلبتوا بتعديل السلوك هو طفل التواحد سلوكياته كلها مخربطة انت علمه من الأساس علمه سلوك جديد حاول أنزيل كل الأسباب اللي تخليه يسلك سلوك غلط. طبعا هواي من اخواننا بالمعاهد يخلطون بين قضايا السلوك وبين المشاكل الحسيه وهي تكلمنا عليها كثيرا. فالمفروض يا انت ابو معهد مضبوط وشوف ابنك مثلا او الابن اللي يمك يشوفه صاعد رايح جاي مو تجي تقول له تعال شده من كرسي وحده يبعد لا تقول له شوف طبيب خلي شوف ليش عنده هذا فرط الحركة مو كل ما تقول له أي دواء شمرة بالزبالة ليكو عمي الحكي هذا ليه تجيبوا هذا الكلام عمي الطبيب يقدر يفيد طفل التواحد 70% منين هذا الحكي كيفكم انتو تحكون زي أنا أسألك سؤال إذا عنده إمساك والسموم ده تروح بجسمه من يحلها المدرب ها زي أنا إذا طلع عنده فيتامينات مصفرة وأكل نحس ويوميا يأكل نفس الأكل وجسمه فارغ من الفيتامينات من يصلحه؟ أنت لو أبو الطبيب ترى هذا الحكي يعني مو صحيح وتخربط هذا. نرجع على الشغلة الأخرى مثلا إذا كان ابنك ما ينام بالليل ويجيك يوميا مكسر من ينومه بالليل؟ غير نطيشين نومه ليش يا شنو قليل لا تذني ما ذني نقلة الطفل من الألف للياء زين؟ هاي النقطة زين بعدين ابنك متنرفز 24 ساعة وإذا أعطاه شوية تهدئة خفيفة فد نص سيسي ربع سيسي ربما مهدئ إيش بي إذا اضطر شوية وشنو أعطاه أقلها أنت يا أبو معهد راح تقدر السيطر عليه وتعلمه شنو المنطق هذا مسوينها يا على أساس يعني على أساس شغلة جديدة وهذا دمرنا المهدئ أخي الله يخليكم التهدئة أول شيء يكون هواية من التهدئة آمنة يعني شراب النيوكام ما بي بس اشياء عشبية طبيعية المغنيسيوم الميلاتونين الباسيفلورا اكو كثير من المهدئات العشبية واذا الطفل متهيج تهيجا رهيبا ما يصح اخي لازم تطي شوية مهدئ 6 أشهر وتقطعها كافي نحكي التهدئة لهؤلاء الاطفال بالجرعة القليلة نافعة رحمة لابوكم لا تظلون كل واحد يتفتر براس هذول الاطفال ويظل يحكينا ويخوفنا ويخوف نفسه و24 ساعه تطي دواء ويرجع ما ماخذه تطي دواء لك ابويا مو انت ضيعت سنه وابنك ما بتدرب والله شنو اخاف من ربع سيسي مو هذا الحكي بضعه من الغرامات معقوله يعني تدمر طفل مو احنا مدى مو من دعاه الجرع العاليه ولا البدايه المباشره بالمهدئ غلط تبدي اول شيء مكملات ما كفت بقى حرك تطي مهدئات عشبيه بقى حرك زياده لازم تضطر تطي لحين ما جسمه يتعدل شغله قلناها هواي كونوا منطقيين اتمنى فيدتكم في هذا اللايف الصباحي واشوفكم بخير.